أهلا بكم مجددا إلى فقرتنا الحوارية الثانية. كما تابعتم في هذا التقرير، نخصص هذه الفقرة الحوارية للحديث عن تطورات جائحة كورونا ومتحور دلتا الشرس الجديد. أدعوكم للترحيب بضيفنا الذي نسعد به في هذه الفقرة للحديث حول تطورات جائحة كورونا والاستعدادات المصرية أيضا لمواجهة الموجة الرابعة من هذه الجائحة، دكتور محمد أحمد شاهين، مدرس علم الفيروسات بطب الأزهر، الرئيس الفني لفريق مكافحة العدوى بمستشفى الحسين. أهلا بك يا دكتور أهلا محمد، وسهلا بحضرتك. دايما نسعد بوجودك معنا. أجازك الله ويمكن خير. قبل ما نطلع الهواء كنا عايزين نتكلم عن متحور دلتا، لكن يبدو أن الفيروس أسرع مننا، فظهر نسخة جديدة منه اسمها مو في أمريكا اللاتينية، تحديدا في كولومبيا. تمام. فإذا ما بدأنا بمو، نتحدث عن مو الأول وبعد كده نرجع تاني لمتحور دلتا. في الحقيقة الفيروس دوت يعني علمنا كتير، و يعني الفيروس كورونا بيتحور بصورة رهيبة، يكاد يكون في الشهر مرتين أو أسبوعيا له تغير أو تحور، فبتظهر سلالات كتيرة، ومع الانتشار ما بين الناس في الإصابات، يعني كل ما تزيد الانتشار بتاعه أو يزيد الإصابات بتظهر فيه تحورات كتير، لأن هو فيروس بدائي، الشريط أو المادة الوراثية بتاعته أحادية الشريط، فمش زي الإنسان عبارة عن شريطين مزدوجين، لو حصل فيه مشكلة الآخر بيصلحه، فبتحصل التغيرات أسرع. حتى الإنزيمات البدائية اللي هو بيتكاثر بيها بدائية بيصيب الإنسان والحيوان والخفافيش، فالتنقل ما بين السلالات أو ما بين الفصائل ما بين الحيوان والإنسان بتعمل برضو إيه تغيرات. الفيروس ده كده بالمواصفات دي فيروس استثنائي ما بين الفيروسات، لا يعني مميز جدا. دي طبيعة الفيروسات عموما، بس هو أسرع شوية لأنه هو رصد من اللي هو في الشهر مرتين، يعني كل أسبوعين تغير، أو معدل في كل أسبوع في تحور جديد. في طب أنا خليني بس أقول إن اسمه مو عشان الناس ما تفكيرها ما يروحش لبعض المسميات تانية، يعني هو ده طبقا للحروف اللاتينية في التسلسل بالظبط. الحروف، هم الاول يعني كانوا بيسموه باسماء البلاد، مثلا لقوا السلاله الاولانيه مثلا الاساسيه كانت في الصين، وبعدين ظهرت الفا في سموها السلاله البريطانيه، وبعدين السلاله الجنوب افريقيه، فمش هيسموا بالبلاد لان في بلاد ظهر فيها سلالتين وثلاث، فاصبح بالحروف اللاتينيه بدل الاي بي سي في الانجليزي، اصبحت الفا بيتا جاما وفي دلتا وفي ابسلون وفي بقى، يعني بس كل ما بين شويه. دلتا ومو في حروف تانية، في معنى الالفا كده دي انه في كانت نسخ تانية ظهرت بس ما كانتش بنفس القوة ان هو يتم الاعلان عنها. في سلالة البريطانية دي الفا، وفي سلالة بيتا، وفي جاما، وفي دلتا، وفي اصبح في لامدا، وفي ميو، وفي يعني اصبح في وفي ابسلون، بس الاعلام او منظمة الصحة العالمية بتركز على السلالات اللي هي الشرسة او اللي لها ميزة او لها مضاعفات او أو لها أكثر خطورة انتشارا. او الاكثر انتشارا اللي احنا ننتبه منه. فهو الفيروس اللي هو التحور الجديد المتحور ميو او مو دوت متحور، الشراسة بتاعته عالية، وبيتميز كمان اللي هو بيخترق اللقاحات او يعني الدفاعات المناعية اللي موجودة في المناعة بيخترق، طيب يعني ممكن نقول عليه زي مو صلاح كده، اللي هو ايه مع احترامنا طبعا لكابتن محمد صلاح، طبعا يعني بيخترق الدفاعات وبيصيب الانسان. عظيم. الاصابات بتاعته كتير، بس بفضل الله اللي هي ليس قاتل بالصورة اللي احنا نتخوف منها، ولكنه يعني المشكلة اللي فيه اللي هو بيخترق دفاعات المناعة للمطعمين. عظيم. للمطعمين؟ المطعمين يعني المطعمين حتى اللي خد تطعيم ممكن افتكرت يصيب. القائمين على لا عملية لا التطعيم. اللي خدوا اللقاح ممكن يصيبهم مرة أخرى. طب ما هو الاحتمال ده قائم مع كل الفيروسات أو كل النسخ. بس التطعيمات احنا بنقول مثلا الفعالية بتاعتها 95% مثلا، يعني 95% من الناس اللي اتطعموا ما بيجيلهمش مرة أخرى، أو بيبقوا في أمان، يعني في 5% ممكن يبقى فيهم مشكلة، لكن دوت بتبقى الصورة أكتر شوية. طيب قبل ما نروح للتطعيمات، لو حضرتك تفتكر يعني نبص كده على انتشار الفيروس جغرافيا أو تاريخه وانطلاقاته جغرافيا، لو حضرتك تفتكر في البدايات كانت إيطاليا في القلب من أوروبا، وبعدين إيران، كان التركيز يعني بيسلط على الجائحة في هذه المناطق على فترات زمنية بالظبط. متقاربة، إيطاليا، إيران، ثم بريطانيا أيضا تعتبر في أوروبا. بعد فترة وجدنا الهند بشكل شرس، جات البرازيل بشكل عنيف. اللي أنا عايز أقوله إنه الفيروس بشكل أو بآخر في الفترة الزمنية الأخيرة في أمريكا اللاتينية
يعني واضح ان هو بيضرب بقوه وبيتحور بشكل سريع، سواء البرازيل، المكسيك، بيرو، يعني هذه المنطقه واضح ان الفيروس موجود فيها في الفتره الاخيره بشكل عنيف. هل ده ليه دلالات معينه او يمكن ان نفهم اي شيء من يعني التنقلات الجغرافيه للفيروس بهذا الشكل؟ هو المشكله اللي هو كل ما يصيب عدد من الناس بشكل اوسع او بكميه كبيره جدا من العدد من البشر بيحصل فيه التحورات دي. يعني مثلا لو بينتشر بصوره مبسطه او غير لما بينتشر في اعداد كبيره، كل ما ينتشر في اعداد اكبر بيتكاثر بكميات اكبر بكتير، فبالتالي فرصه اللي هو التناسخ الخطا اللي انا قلت لحضرتك النسخ الخطا بتاعه او التحورات تحصل اكتر. يعني الهند مثلا مليار وشويه، الاصابات العنيفه اللي فيها ديت يعني هي بسبب التحور وادت الى تحورات اخرى وهكذا. حضرتك تقصد انه الكثافه السكانيه ممكن هي بتلعب دور الكثافه في السكانيه والتاخر في التطعيم ده مهم جدا. لان احنا قلنا الاجراءات الاحترازيه رقم واحد ما كانش عندنا لقاح، اصبح عندنا لقاح، فعدم التلقيح او عدم اخذ اللقاح او التطعيمات ديت بيبقى مشكله كبيره. احنا لما نتكلم على فيروس متحور دلتا دلوقتي هو 100% بيصيب الناس الغير مطعمين، بس واضح انه التطعيمات لا تلاحق سرعه الفيروس يعني بالظبط. بس يعني هو بيسبق دائما بخطوه الفيروس أو بيسبق خطوات. بيسبق بخطوه او خطوات، ولكن في الاساس المناعه لما تبقى متدربه او خدت شافت الفيروس قبل كده بتبقى المضاعفات اقل بكتير جدا. طيب كون الجسم شاف الفيروس قبل كده ده بينطبق على من اصيب بالفيروس وشفي؟ يعني بيكون ليه ميزه؟ طبعا لان هو شاف الفيروس وتعرف عليه، فيبتدي المناعه بتخزن في الذاكره بتاعتها شكل الفيروس وامكانياته، حتى لو كانت نسخ متحوره جديده، حتى لان هو التركيب بتاعه الاساسي مثلا واحد لكن في شويه تغيرات بسيطه فيه. فالجسم بيتعرف عليه. فالجسم بيتعرف عليه. طيب الحديث عن التطعيمات دكتور محمد الآن حديث ذو شجون، الكل بيطرح أسئلة كثيرة جدا، وهناك حالة ربما من عدم وضوح الرؤية، يعني كله نادل وجدال وربما عن معلومة صحيحة معلومة غير صحيحة إلى آخره. التخوفات الآن من الآثار الجانبية للقاحات والحديث أيضا بشكل كبير حول أكثرها فاعلية، حضرتك في الكلام ده؟ في ناس متخوفه من التطعيم لان في دراسات، مش دراسات، في اقوال او في ناس بتتكلم من الغرب عن المخاطر بتاعته. انا بنظره بسيطه جدا، التطعيمات كتير تمام، متوفر في مصر هنا اللي يخصنا حوالي من 5 إلى 6 تطعيمات. في تطعيمين صيني، سينوفارم وسينوفاك، الاثنين دولت على النظام القديم. مين ما اتطعمش البوليو اللي هو اشلال الاطفال؟ كلنا واحنا اطفال اتطعمنا فيه بالتطعيمات دي، وتطعيمات امنه ما شفناش اللي فيها مشكله. فالتطعيمات السينوفاك والسينوفارم ديت على النظام القديم، التقنيات القديمه اللي هو الفيروس ميت. فالفيروس الميت دوت مش هيأثر في حاجه، ولكن انا هستفيد منه اللي المناعه بتاعتي تتدرب اللي هي تتذكر بعد كده الايه الفيروس، او زي ما حضرتك قلت ان الجسم يتعرف على الفيروس بحيث انه لما تحصل اصابه جديده يكون عنده جاهزيه او قابليه للتعامل معه. بالظبط. في تاني تقنيه اخرى اللي هو بيجيبوا فيروس ضعيف زي الفيروس الغدي او الادينو فيروس، بيحملوا عليه جزء من الماده الوراثيه للفيروس كورونا، بحيث اللي هو ينتج السبايك بروتين او البروتين اللي بيحفز المناعه. وديت احنا برضو عندنا قبل كده فيروسات احنا متطعمين منها بنفس الكلام دوت، زي الاسترازينيكا والايه والسبوتنيك فيروس، ودولت موجودين في مصر. وفي جونسون موجود برضو دوت، حتى جربوه على الحوامل واكتشفوا بدراسات اوليه اللي هو امن على الحوامل. في بعض المضاعفات ممكن تحصل لان ما فيش حاجه كامله، ما فيش حاجه 100%. نيجي بقى للتطعيم الاخير اللي هو فايزر او موديرنا دوت، الناس متخوفه منه لان هو بتقنيه جديده جدا وهي ايه بالهندسه الوراثيه، فالناس متخوفه منه، ودوت غير موجود في مصر. يعني احنا بنتكلم برضو بنركز على نعمل فايزر وموديرنا غير موجودين. ليه؟ لان هو بيحتاج لدرجه حراره سالب 70، واحنا دلوقتي في الصيف، عشان تجيبه اكيد هيتلف في ظل درجه بكل الحرارة. موضوعيه وبكل صدق. لو طلب منك ان انت ترتبهم من حيث الاهميه والفعاليه او الكفاءه، او لو حد بيسالك النصيحه يعني من حيث الامان، نتكلم بالناس من حيث الامان بصدق، انا خدت التطعيم الصيني. التطعيم الصيني دوت فيروس ميت، فدوت امن حاجه،
واحنا كلنا اتطعمنا بتطعيمات قبل كده اللي هي التطعيمات الاجباريه للاطفال بحاجات شبيهه. عظيم. وبعدين بيجي بعد كده الاسترازينيكا وال والسبوتنيك في اللي هم ايه الفيروس ايه المضاعف وعليه الايه الماده الوراثيه او الجزء اللي هو ايه بفيروس كورونا. لكن الخوف بيزداد يا دكتور محمد لما بيتم الحديث عن حدوث جلطات مفاجئه تؤدي للموت في بعض التطعيمات. في بعض التطعيمات اللي حضرتك انت ممكن تقول ويصير بقى في اللي هو الاسترازينيكا بيحصل كده. بس هم وجدوا بالدراسات اللي هو بيحصل 4 حالات جلطات لكل 1,000,000. الفيروس نفسه اللي هو الكورونا الجلطات بتحصل منه ب 16% من المرضى بتوعه، يعني 16 كل 100 يصاب 16 بجلطات، ولا التطعيم اللي هو هيقيني من الفيروس باذن الله سبحانه وتعالى كل 1,000,000 4. وبعدين في اطباء يعني حد ممكن يقول لحضرتك اخد بعد التلقيح او بعض التطعيم مسيل اللي هي موانع التجلط اللي هي مسيلات الدم، هي ملهاش اثر علمي او ملهاش دليل علمي، ولكن احتياطيا ممكن بيبقى في جرعات وقائيه ديت ممكن تحصل، اللي هو جرعه من الدواء اللي هو موانع التجلط بس مش جرعه علاجيه، جرعه وقائيه. ده هنا الشخص بياخدها منه لنفسه ولا لازم يرجع؟ لازم طبعا تحت اشراف الطبيب بحيث اللي هو ايه يقي نفسه. فانا قصدي حتى لو يعني في جرعات وقائيه من علاج اللي احنا ممكن نتجنب الجلطات، حدوث الجلطات. خايف من لقاح بعينه خد الاخر بحيث اللي احنا نقي نفسنا، لان منظمه الصحه العالميه قالت احنا مش هنرضى على الفيروس الا لما يبقى 70 ل 80% من سكان العالم مطعمين. احنا حاليا في مصر من 7 ل 10% مطعمين، ودي تكمن الخطوره اللي احنا لازم عدد كبير جدا في الفتره دي، لان المتحور دلتا الذروه بتاعته في شهر 10 الجاي، يعني كمان شهر. فلازم الناس تطعم بكثافه. واحنا كده دلتا خلاص تتخطيناه واصبحنا نتحدث عن مو، ولا هو الحمد لله مو لسه ما وصلش؟ لا لسه ما وصلش مصر، وفي اعداد قليله جدا اكتشفوها في امريكا اللاتينيه امريكا الجنوبيه، لكن احنا هنا في مصر احنا بنتكلم عن الحال بتاعنا اللي احنا عندنا المتحور دلتا. مو لسه ظاهر النهارده يعني؟ ما هو بعيد عننا احنا. احنا الدول الاخرى بالنسبه لنا تعتبر المستقبل اللي احنا بنشوف فيه حصل فيهم ايه علشان نتعلم، ودي طبعا فضل من ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا ما تبقاش عندنا الوباء نفسه او المشكله الاساسيه نتعامل منها لاول مره. لما تشوف غيرك او الدول الاخرى اتعاملت ازاي بيبقى في تجنب لاثار معينه او تجنب لاشياء معينه. اذا افترضنا ان انا اتطعمت بتطعيم معين وعايز اسافر، فالدوله اللي انا مسافرها بتشترط تطعيم تاني غير اللي اتطعمت بيه، فهل ممكن اطعم باكثر من لقاح؟ دي دراسات جديده اتكلموا عنها اللي ممكن يخلطوا ما بين تطعيمين وبتدي نتائج احسن، بس لسه يعني ايه لم تستكمل. طب الفتره الزمنيه يا دكتور محمد؟ يعني على حسب كل لقاح وكل تقنيه، يعني مثلا يعني هنا السفر لازم يكون مرتبط ايضا بفكره توقيت اللقاح والفتره الزمنيه اللي حصلت فيها على الجرعه الاولى من اللقاح. او في تطعيمات مثلا زي الصيني بيبقى 3 اسابيع ما بين الاولاني والجرعه الاولانيه والثانيه. لا في الاسترازينيكا تطعيم جديد، تطعيم جديد يبقى على الاقل مثلا ايه 3 اشهر، بحيث اللي هو كده كده التطعيم القديم هو يعني ما ينفعش الشخص يغامر تحت فكره ان لازم اسافر فياخد تطعيم جديد في فتره زمنيه. هو دلوقتي افتتحت اماكن كتيره للتطعيمات للمسافرين عشان تبقى راجل السرعه. ده انا واخد بالي منه. هي الاشكاليه في فكره ان انا اكون فعلا اتطعمت بتطعيم تاني غير اللي الدوله اللي انا مسافر اليها بتشترطه، فبالتالي لازم اخد التطعيم ده علشان اسافر. تمام. هو في يعني من ضمن موانع التطعيم بس ديت على مثلا تطعيمات اخرى زي فيروس بي وكده اشترطوا اللي هي 14 يوم على الاقل. لكن بالنسبه للتطعيم بتطعيمات كورونا يعني غير معلوم على وجه الخصوص الفتره الزمنيه المحدده. طيب يعني بتكلم بكلام علمي بحيث اللي ايه المشاهد برضه يبقى ايه يبقى واخد معلومه موثوق منها. بالظبط. زي ما حضرتك اشرت لانه المصابين بالفيروس وربنا اكرمهم بالشفاء خلاص الجسم تعرف على الفيروس. تمام. فهل بالضروري ان هو يتناول تطعيمات ولا التجربه المريره اللي مر بها دي كفايه؟ هما اشترطوا ان هو بعد 3 اشهر، يعني الانسان اللي هو اخذ الفيروس او اصيب بعد 3 اشهر بياخد التطعيم عادي، لكن مش قبل كده. هو كده كده ال3 اشهر دولت اللي هو الحد الادنى الاجسام المضاده هتبقى معاه. لكن انا بقول لحضرتك لو هو قناعاته هو مش عايز الطعم طالما هو جسمه خلاص تعرف على الفيروس، هل ده يكفيه ولا لازم التطعيم؟ مش هيكفيه على المدى البعيد.
لان الاجسام المضاده بتعيش من 3 لـ6 شهور باقصى دراسات خالص قالت اللي هو سنه. فهو يستحسن طبعا اللي هو بعد يطعم. كده الجسم بينسى الشفره الوراثيه للفيروس، الاجسام المضاده بتبتدي تقل، لكن هو كده كده موجود في الذاكره. طيب الجزء المتبقي نتحدث عن متحور دلتا، ولاي مدى يعني الناس دلوقتي بتترقب الموجه الرابعه؟ يعني الاخبار تتحدث عن سبتمبر وبدايه الخريف هتكون الموجه الرابعه موجوده في مصر، الى مدى الكلام ده صحيح؟ هو الموجه الرابعه بدات بالفعل من اول 8، من اول شهر اغسطس، من اواخر 8 او من نص 8. ده ايه المؤشر ليها ظهور دلتا؟ اللي هو دلتا دوت احنا في الموجه الرابعه بالفعل. فالناس دلوقتي يعني ايه مش حاسه لان الاعداد قليله، لكن هتبتدي تشوف الوفيات لا قدر الله او الاعداد بتزيد، فالناس الاجراءات الاحترازيه باختصار عشان نتكلم مهمه جدا، والتطعيم مهم جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وان شاء الله نلتقيك دايما على كل خير، ويعني تحياتنا ليك. في الختام دكتور محمد احمد شاهين، مدرس علم الفيروسات بطب الازهر، الرئيس الفني لفريق مكافحه العدوى بمستشفى الحسين الجامعي. شكرا جزيلا لك. سلامنا الحاره. ندعو الله دائما ان يمتعكم بالصحه والعافيه في ختام هذه الحلقه. غدا باذن الله حلقه جديده وموضوعات جديده نطرحها معكم للنقاش فقط من هنا من القاهره. الى اللقاء.